احنا مشكلتنا مش حديثة، احنا مشكلتنا من الاجتياح. طبعا للأسف كان عندنا مشكلة رئيسية اللي هو تجميع وترحيل النفايات اللي بسموه الصرفي. بداية الأمور كانت تحت أمر طارئ اللي هو وجود الاحتلال وحفر الشوارع منع زبالة نابلس تخرج، وتجاوبنا كمجتمع محلي مع البلدية ومع المحافظة أيام ذلك لأجل خدمة المجتمع تاعنا لمرحلة مؤقتة، إلا أن فوجئنا أنه أصبحت حالة دائمة، وهذه المعاناة بنعاني فيها من تاريخ الاجتياح لليوم. إضافة لذلك تم تطوير الوضع لوضع أسوأ اللي هو الوضع الحالي اللي هو مشروع الردم انه طمم يحط فيه، فبدل ما يستعملوه للردم اصبح كمان يستعملوه للنفايات ودفن النفايات فيه. مشكلتنا مش مشكله سهله، مشكله كبيره لانها بتمس كل مواطن من ناحيه صحيه، من ناحيه حتى سكانيه، من جميع النواحي بتعاني. اصبحت المنطقه وباء، اهم منطقه سياحيه، هذا تشويه للسياحه. أهم من ذلك أنه منطقة البدان هي غنية بالمياه، هذه المكبات تؤدي إلى تلويث المياه سواء المياه السطحية وأيضا المياه الجوفية تتغلغل بجوف الأرض. بئر البدان من أهم الآبار التي تعتمد عليها نابلس في تزويد المياه لسكان نابلس، فهذه إذا أصبحت ملوثة أين سنذهب؟ صحيح أنه حاليا يدفع ثمنها المواطن الساكن في هذه المنطقة، ولكن لاحقا سوف يدفع ثمنها كل المواطنين في منطقة نابلس. أيضا يعني أنا زودت عطوفة المحافظ من 1/3/2015 بملف متكامل حول هذه المشاكل. أيضا الحاج عدلي في فترة رئاسته الأولى للبلدية أيضا اجتمعنا معه وزودنا بملف متكامل حول هذه المآسي التي يخلفها. أصبح في المنطقة أمراض ما كانت من السابق، أمراض الربع والأزمة والسرطانات، يعني قضايا صحية عديدة، يعني واضح انه كان لها تأثير، لانه في عندنا كان مثل احنا قبل هاي كان في محرقة بحد قرية بيت فريق، وانا كنت طبيب هذا الحكي في الانتفاضة الاولى، وفي 5 سنين اللي قعدت في البلد كان في نسبة تزايد للسرطان وخاصة سرطان الكبد والدم والصدر في قرية بيت فريق، والكل بيعرف هذا الحكي، وانا شايف انه هون راح تتضاعف الامور المرضية. في عندنا مشكلتين اللي حصلت اخيرات اختي، في عندنا مشكله نقطه ترحيل الصرف اللي عليه احتجاج وحق الناس تحتاج، موضوعنا هذا يجب التفكير في بدائل، وهذا ان شاء الله تعالى تفكير جدي وليس تفكير يعني مماطله، لا تفكير جدي في الموضوع، لكن باخذ وقت وبنطلب من اخواني يتحملوا، لكن انها تضل المنطقه نظيفه، بدل ما يكون في تعبئه، ما يكون في شيء اسمه، هذا بنوعد فيه، قبل ما نلاقي البديل ويكون ان شاء الله تعالى مش طويل. لكن المصيبه الاكبر اللي حصلت في الثلاث اسابيع الماضيه اللي هي موضوع الحرائق اللي بتتم مش في محطة الترحيل الصيفي، في المكب اللي قدامه، وهو هذا مكب مش للنفايات، هو مكب للردم، مكب للمحل الجرف، وإشي هذا شيء طبيعي، وبالعكس يعني عم بتحسن، وشفتي فوق صارت يعني ساحات أراضي وصارت تستفيد من الأرض، لأنه بالأول كانت منحدرة.